يقول خوات بن جبير: كنا في سفر مع النبي وكانت خيمتي بالقرب من خيبة النبي. يقول: فخرجت فرأيت نسوة أعجبنني الله، فلبست حلتي وذهبت إليهم، ففجأة خرج النبي من خيمته ورآني وقال: يا أبا عبد الله ماذا تفعل؟ يقول: فاستحييت وارتبكت، وقلت: يا رسول الله جمل لي شرد وأبحث له عن قيد. فنظر لي النبي ومضى. يقول خوات هنا: ونحن في الطريق للعودة للمدينة ما زال النبي يلحق بي في الركب يقول لي: ماذا فعل شراد جملك؟ يقول خوات: لما وصلنا إلى المدينة عزمت لا أدخل المسجد حتى لا يراني رسول الله. بعد ليال اشتاقت نفسي للمسجد، فعندما كبرت دخل الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: أطلت في صلاتي، فأتاني النبي وقال: يا خوات أطل ما شئت، والله لا أنصرف حتى تنتهي. فلما انتهيت من صلاتي ذهبت للنبي، فنظر إلي وقال: ماذا فعل شراد جملك يا أبا عبد الله؟ فقلت: والله لم يشرد لي جمل يا رسول الله، لكني أذنبت ذنبا. فقال له النبي: رحمك الله رحمك الله.